تعالى علشان العاب دلالة اللي هو انا قررت ان انا ادلعك. هتيجي انت واربعه من اصحابك عند حضرموت الشيخ المندي، هتطلبوا صينيه الفيجو صاحب السعاده اللي انت شايفها قدامك دي، فيها نص كيلو طرب ونص كيلو كفته ونص كيلو سجق ونص كيلو شيش طاووق ونص فرخه مندي وزيها كمان مشوي وخمسه سمبوسك، وعندك كمان خمسه شوربه لسان عصفور، ده غير محشي ورق العنب والممبار، وعندكم كمان شويه السلطات دي. نبدا بالطرب كده وهو سخن. بسم الله. بصوا الطرب رقيق ازاي، ركز عشان التفاصيل دي مهمه جدا. هقعد اقول لك كام مره ان الطرب جوسي، تحس انه بيرطب على قلبك بجد. تسحب السيخ بتاع الشيش طاووق، حاجة كده في العظمة. نشوف بقى السمبوسك بتقول ايه. ده يا ابني الاحتواء الحقيقي، مش اي حاجة تانية في دماغك. افتح بقك انا مكانك. المنبر بيتكلم بيتكلم. تاخد ورق العنب وتنزل بيه في سلطة الخيار. تيجي بقى للسجق المشوي. بص 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 بص، ده مشهد عاطفي رومانسي جدا. تسحب صباع الكفته. الصينيه دي فيها 2 كيلو رز. تدخل بقى في الفراخ المشويه. انا بحب الورك اكتر. شفت انت النعومه دي؟ اقول ايه بس، حته من المندي. بص شفت انت دي؟ شفت دي؟ الدقوس ده اختراع، تاخد منه وتنزل على الرز. او تاخد منه على بقك على طول. هما بيقولوا ان الصينيه دي تكفي 5 افراد، وانا بقول لك ان هي تكفي اكتر، وهتدفع 495 جنيه بس. هتلاقي صينيه الفيجو صاحب السعاده عند حضرموت الشيخ المندي في 73 عبد المنعم رياض في المهندسين.